إن الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو الواحد في ذاته لا قسيم له، وهو الواحد في صفاته لا مثيل له، وهو الواحد في أفعاله لا شريك له. وأشهد أن نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، وكشف بإذن الله الغمة، وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، صلى الله عليه وعلى آله وأزواجه وذريته وأصحابه ومن دعا بدعوته واهتدى بهديه، وجميع من آمن به إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل، فالتقوى شعار المؤمنين ودثار المتقين، ووصية الله تعالى في وفيكم وفي الناس أجمعين. ثم أما بعد، معاشر الإخوة والأخوات من المؤمنين والمؤمنات، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين. فمحطتنا في هذا اليوم أيها الإخوة والأخوات مع قول ربنا عز وجل من سورة الفاتحة من السبع المثاني والقرآن العظيم، حديثنا عن قوله تعالى: ملك يوم الدين. ملك يوم الدين أي المتصرف، أي ربنا سبحانه وتعالى وحده هو المتصرف في ذلك اليوم الذي هو يوم الدين، أي يوم الجزاء. ملك يوم الدين ومالك يوم الدين قراءتان سبعيتان، فالذين قرأوا مالك يوم الدين مالك يوم الدين بالألف، مالك يوم الدين، أثبتوا لله عز وجل أنه هو المتصرف وحده في أمور الخلق يوم القيامة. والذين قرأوا ملك بدون ألف، قرأوا ملك يوم الدين، أثبتوا أيضاً أن الله عز وجل سيقضي في كل خلقه، حتى الذين ملكهم في الدنيا ظاهراً، فإن في الدنيا يوجد أناس ملكهم الله عز وجل، أعطاهم الملك ظاهراً، كما وقع للذي حاج لكنعان، للنمرود بن كنعان: ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك. أي كون الله عز وجل أعطاه الملك ووهبه الملك، بدل أن يشكر الله عز وجل ويثني عليه، ذهب إلى إبراهيم يحاجه ويجادله في وجود الله عز وجل. فحتى لا يتوهم متوهم، جاءت القراءة، إحدى القراءات بملك وإحدى القراءات بمالك. فملك أي أن الله عز وجل سيقضي يوم القيامة في كل الخلق،
في من كان ملكا ومن كان مملوكا ومن كان حاكما ومن كان محكوما، فهو الملك والمالك والمليك، ولا ملك يومئذ إلا الله رب العالمين. لا ملك ولا مالك ولا مليك يوم الدين إلا المالك إلا الله رب العالمين. مالك يوم الدين، واليوم في عرف الناس من شروق الشمس إلى شروقها 24 ساعة، هذا من الناحية الفلكية. والله سبحانه وتعالى هو خالق الزمان وخالق المكان، خالق الزمان، والزمان ظرف لما يقع من الأحداث، فالله خالق الزمان والمكان، والله سبحانه وتعالى قادر أن يخلق الأيام بوضعها الموجود الآن معروف عندنا، وقادر سبحانه وتعالى أن يخلق أياماً بأشكال أخرى. يقول ربنا عز وجل: ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. ألف سنة، ويوم آخر مقداره 50,000 سنة. فالله هو خالق الزمان والمكان، ربنا سبحانه وتعالى قادر أن يخلق يوما مقداره ساعة، ويوما كأيام هذه الدنيا 24 ساعة، ويوما مقداره 1,000 سنة، ويوما مقداره 50,000 سنة، ويوما مقداره 1,000,000 سنة. فهذه طلاقة القدرة الإلهية، ربنا عز وجل لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، ولا يخضع سبحانه وتعالى إلى الزمان وإلى المكان. بل إن في الدنيا قبل الآخرة سيجعل الله عز وجل بعض الأيام تتفاوت في الطول. فعندما يأتي النبي صلى الله عليه وسلم فيحدثنا كما في صحيح البخاري عن فتنة المسيح الدجال الذي سيظهر في آخر الزمان، وهو من أحد أشراط وأمارات الساعة الكبرى، فيقول عليه الصلاة والسلام: ينزل الدجال أو يخرج الدجال فيبقى في الأرض 40 يوما. اليوم الأول كسنة، واليوم الثاني كشهر، واليوم الثالث كجمعة أي كأسبوع من الجمعة إلى الجمعة، واليوم الرابع كبقية أيامكم. يبقى الدجال المسيح أو المسيح الدجال 40 يوما في الأرض، يسيح في الأرض فيملأها جورا وظلما وجبروتا. اليوم الأول من هذه 40 يوما الطول ديالها سنة، واليوم الثاني مقدار هذا اليوم شهر، واليوم الثالث مقداره أسبوع، وبقية الأيام كأيامنا هذه. فأنتم تنظرون حتى قبل الآخرة يجعل الله عز وجل بعض الأيام بطول سنة، حتى قال الصحابة رضوان الله عليهم: يا رسول الله، كيف نصنع بالصلاة في هذا اليوم الذي مقداره سنة؟ يوم مقداره سنة، كيف نصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء؟ فقال عليه الصلاة والسلام: اقدروا لها قدرها، أي قدروا ميزوا ثم صلوا.
لا مجال أن تعرف الظهر من العصر من المغرب من العشاء، لأن امتداد هذا اليوم بطول سنة. فيوم الدين يوم عظيم، مالك يوم الدين، والدين هو الجزاء، مالك يوم الجزاء، والدين هو اسم من أسماء يوم القيامة، ويوم القيامة له أسماء كثيرة ومتعددة. يوم القيامة، يوم الحشر، يوم النشر، يوم البعث، يوم التغابن، يوم الندم، يوم الحسرة، يوم الآزفة، يوم الطامة، يوم الصاخة، يوم الكاشفة، إلى غير ذلك من أسماء. ومن أسمائه يوم الدين، أي يوم الجزاء الذي يلقى فيه الإنسان جزاء عمله، مالك يوم الدين. ومالك يوم الدين قضية خطيرة من قضايا العقائد. يوم الدين هو ركن من أركان الإيمان، فمن لم يؤمن بيوم الدين، باليوم الآخر، بيوم القيامة، فليس مؤمناً، لا يصح ولا ينعقد إيمانه أصلاً إلا إذا آمن بالبعث والنشور والجزاء. لحديث الصحيحين الذي رواه عمر بن الخطاب والمشهور بحديث جبريل، جاء فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله جبريل عن الإيمان قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. فمن أركان الإيمان أن نؤمن باليوم الآخر، أن هناك يوما آخرا، وسمي باليوم الآخر لأنه لا يوم بعده، سمي باليوم الآخر لأنه لا يوم بعده. يبدأ بالنفخة الثانية في الصور ولا ينتهي إلى أبد الآباد. اليوم الآخر، يوم الدين. ذلكم أن الإنسان في رحلته إلى الله عز وجل يمر بمراحل خمسة، خمسة مراحل نقطعها في رحلتنا، في طريق رحلتنا إلى الدار الآخرة، إلى لقاء الله عز وجل. الرحلة الأولى، المرحلة الأولى مرحلة العدم. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ مر علينا حين من الدهر لم نكن شيئا، ما كنت أنا ولا أنت ولا أخت التي تسمع ولا من في الأرض جميعا. المرحلة الثانية مرحلة الأجنة، خلقنا الله عز وجل في بطون أمهاتنا، هذه مرحلة ثانية. والمرحلة الثالثة هي هذه المرحلة، مرحلة الحياة، مرحلة الدنيا. والمرحلة الرابعة هي مرحلة البرزخ بعد الموت وقبل القيامة، فهذه مرحلة بين مرحلتين، وحياة بين حياتين، ومنزلة بين منزلتين، حياة البرزخ. أما المرحلة الخامسة فهي آخر المراحل ونهاية الراحل، فهي مرحلة اليوم الآخر. ويوم اليوم الآخر ويوم الدين يبدأ بالنفخة في الصور، النفخة الثانية، ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون، وأشرقت الأرض بنور ربها، ووضع الكتاب، وجيء بالنبيين والشهداء، وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون، ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون. هذا هو اليوم الآخر، هذا هو يوم الدين، وذلكم هو مالكه، مالك يوم الدين. يبدأ اليوم الآخر بالنفخة في الصور، ينفخ فيها بإذن الله وأمره إسرافيل، أحد الملائكة العظام، ثم يبعث الناس من قبورهم،
يبعث الناس من أجدادهم يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة ذلكم اليوم الذي ذلكم اليوم الذي كانوا يوعدون يوم يخرجون من الأجداث أي من المقابر سراعا مسرعين مهرولين يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون كأنهم يسرعون إلى نصب يوفضون أي إلى علامة من العلامات التي وضعت لهم في أرض المحشر خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة أي والحال عند خروجهم أنهم ترهقهم ذلة خاشعين أذلة منكسي الرؤوس وهم في طريقهم إلى أرض المحشر يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا يومئذ يتبعون الداعي أي الذي يدعوهم إلى أرض المحشر فأرض المحشر غير مكان البعث نعل البعث يبعث كل واحد منا من قبره إن دفنت أنا في سلا والثاني في الناظر والثالث في أمريكا في روسيا في الحجاز في أي مكان لكن من هناك نسعى جميعا إلى أين إلى أرض المحشر يومئذ يتبعون الداعية يتبعون البوصلة الداعية الذي يدعوهم إلى مكان وإلى أرض المحشر يومئذ يتبعون الداعية لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا لا تسمع لهؤلاء الخلق والخلائق وهم في طريقهم إلى أرض المحشر لا تسمع لهم كلاما ولا كلاما ولا صراخا لا تسمع إلا همسا قال بعض المفسرين أي إلا وضع الأقدام لا يسمع إلا حركات الأقدام على الأرض لا تسمع لشيء آخر وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا وهم في طريقهم إلى أرض المحشر والناس إلى طريقهم والناس في طريقهم إلى أرض المحشر على ثلاثة أقسام قسم يمشون على أرجلهم وصنف من الناس يمشون ركبانا وصنف أعاذنا الله وإياكم منهم يمشون من قبورهم إلى أرض المحشر على وجوههم على وجوههم ويوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا أي ركبانا وفدا أي ركبانا ويوم نحشر المتقين أي إلى أرض المحشر من قبورهم تتنزل الملائكة كما في صحيح الإمام مسلم تتنزل الملائكة على المتقين جعلنا الله وإياكم منهم بركائب من نور بركائب عليها سرج من نور ركائب يركبها أهل التقى وأهل الصلاح عليها سرج من نور فيركبون هذه الركائب لتحملهم إلى أرض المحشر إكراماً لهم إكراماً لما كانوا عليه من الصلاح ومن خوف الله ومن خشية الله ومن تقوى الله عز وجل فلا يمشون على أرجلهم إنما يقطعون تلك المسافة وهم ركبان أما الصنف الآخر والعياذ بالله فهؤلاء يحشرهم الله عز وجل على وجوههم يحشرهم الله سبحانه وتعالى على وجوههم عمياً وبكماً وصماً
قال أحد الصحابة: يا رسول الله، كيف يمشون على وجوههم؟ العادة أن الإنسان يمشي على رجليه، والدواب منها من يمشي على رجليه ورجلين، ومنهم من يمشي على بطنه، ومنهم من يمشي على رجليه، ومنهم من يمشي على أربع. لكن كيف يمشي الإنسان على وجهه من مكان بعثه إلى أرض المحشر؟ فيقول عليه الصلاة والسلام: أوليس الذي أمشاه في الدنيا على رجليه بقادر على أن يمشيه على وجهه؟ فقال الصحابي رضوان الله رضي الله عنه: اللهم سبحانك فبلى، أي بلى، ربنا قادر على الذي أمشاه في الدنيا على رجليه قادر على أن يمشيه على وجهه يوم القيامة. وإذا اجتمع الناس يوم الدين، ونحن نتكلم عن يوم الدين، يا من تقرؤون مالك يوم الدين كل يوم على الأقل 17 مرة، إذا قرأت مالك يوم الدين في الفاتحة أعيذك بالله أن تقف عندها، أن تتمهل يا من يقرأها ويا من يؤم المسلمين، وأنت يا من تقرأها في نفسك لا تتعجل، اقرأ مالك يوم الدين أو مالك يوم الدين وتمهل وفكر فيها، تدبر أمرك مع هذه الجملة من هذه الآية من كلام الله عز وجل. إذا اجتمعت الخلائق في أرض المحشر توى الله عز وجل، كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: توى الله عز وجل السماوات والأراضين بيمينه وكلتا يديه يمين، سبحانه وتعالى مصداقا لقوله عز وجل: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. توى الله عز وجل السماوات والأراضين بيمينه. فقال الصحابة رضوان الله عليهم النبي صلى الله عليه وسلم: وأين يكون الخلق بعد أن يطوي الله عز وجل السماوات والأراضين؟ يوم نطوي السماء كطي السجل للكتاب، أين يكون الخلق؟ والحديث في صحيح مسلم قال عليه الصلاة والسلام: يكون الخلق في ظلمة دون الجسر. يكون الخلق مجتمعين من أول آدم إلى قيام الساعة، يكونون في ظلمة دون الجسر، أي دون الصراط، والناس في هول عظيم، لأن هذه الأرض أرض الآخرة ليست كأرضنا، وسماء يوم الدين ويوم القيامة ليست كسمائنا، يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، وبرزوا لله الواحد القهار. يطوي الله السماوات والأراضين بيمينه، ثم يقول الله عز وجل: أنا الملك، فأين الجبارون؟ أين المتكبرون؟ أين المتغطرسون؟ أين الذين يتكبرون على الله وعلى عباد الله وفوق أرض الله عز وجل؟ أنا الملك، أين الجبارون؟ أين المتكبرون؟ فلا أحد يجيب. انتهى زمن القياصرة والأكاصرة والأباطرة والفراعنة وقوى الاستكبار في أرض الله عز وجل. أنا الملك، أين الجبارون فلا مجيب؟ أين المتكبرون فلا مجيب؟
فيجيب ربنا سبحانه وتعالى نفسه بنفسه فيقول: لله الواحد القهار، لله الواحد القهار، هو ملك يوم الدين وهو مالك يوم الدين. هذه الأرض التي ستكون مسرحاً للحساب وللجزاء ولفصل القضاء، لا أودية فيها ولا جبال ولا هضاب ولا أشجار. ويسألونك عن الجبال فقل: ينسفها ربي نسفاً فيذرها قاعاً صفصفاً لا ترى فيها عوجاً ولا أمتاً. تكون كالأديم صفحة، وتدنو الشمس من رؤوس الخلائق، والناس في عرقهم يومئذ يتفاوتون حسب أعمالهم، فمن الناس من أهل المحشر من يصله عرقه إلى كعبيه، ومنهم إلى ساقيه، ومنهم إلى ركبتيه، ومنهم إلى حقويه يعني إلى وسطه، ومنهم من يلجمه العرق إلجاما أي إلى حلقه إلى ذقنه. وشعار الأنبياء والمرسلين: دعك منا نحن، شعار الأنبياء والمرسلين: اللهم سلم سلم، اللهم سلم سلم. لا أحد يستطيع أن يقدم وأن يتقدم ولا أن يتأخر. ثم ماذا؟ ثم بعد ذلك تأتي الموازين، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، فلا تظلم نفس شيئا، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. ونضع الموازين، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. ماشي هي الموازين هذه اللي كتشوفوها؟ ها الموازين الحقيقية، هذه هي الموازين التي ينبغي أن ندعو الناس إليها، الموازين التي تعرض فيها الأعمال وتزان فيها الأعمال. ما هذه؟ ليست الموازين التي تنتهك فيها الحرمات ويبارز فيها رب الأرض والسماوات. الموازين، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، فلا تظلم نفس شيئا، لا تظلم نفس شيئا، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، ثم ماذا؟ ثم ينظر المجرمون الكفار والفجرة وهم يتلقون صحفهم وكتبهم، ماذا يقولون وهم ينظرون إلى صحفهم وقد امتلأت كفراً وشركاً ونفاقاً وفجوراً؟ ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه. ووضع الكتاب، أين يوضع هذا الكتاب؟ إما أن تأخذ هذا الكتاب بيمينك أو بشمالك من وراء ظهرك. أنت في عرصات يوم القيامة وأنت تنتظر هذا الكتاب، ولا تنفع الحيل يومئذ، وليس لك سلطة ولا قدرة على جوارحك تقول: أنا أمد يدي لأخذ الكتاب بيميني. فإن الجوارح يومئذ تخرج عن سيطرتك، تتلقى الأوامر من آمر واحد هو مالك يوم الدين، رب العالمين سبحانه وتعالى.
ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه من المصائب ومما فيه من الفظائع، فيقولون يا ويلتنا، يدعون على أنفسهم بالويل والثبور، يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. ما ترك شيئا هذا الكتاب من صغيرة ولا كبيرة. وإلى ذلك نحن كنا نقصروا فيه وكنذاكر وكندوزوا غير الوقت ما ترك شيئا إلا ودونه علينا الملائكة ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. إنها محكمة أيها الإخوة والأخوات، إنها محكمة القاضي فيها هو قيوم السماوات والأرض الذي حرم الظلم على نفسه، فقال إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. إنها محكمة الشهود فيها هم جوارحك، الشهود فيها هم جوارحك، ويوم نحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا؟ قالوا أنتقنا الله الذي أنتق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وهو بكل شيء عليم. أنتقنا الله الذي أنتق كل شيء، قدرة الله عز وجل المطلقة. فلا إله إلا الله، لا إله إلا الله. هل فكرنا في أحوالنا ونحن وقوف في هذه المحكمة ننتظر دورنا؟ كل واحد منا ينتظر دوره لتعرض أعماله على مالك يوم الدين. تخيل نفسك وأنت في عرصات يوم القيامة بين ملايير الملايير من البشر وأنت تنتظر دورك لينادى عليك، فإذا بك تفاجأ باسمك ينادى عليه، أين فلان ابن فلان؟ تقدم للعرض على رب العالمين. والله أيها الإخوة والأخوات، لو أن أحدنا جاءته استدعاء من قاضي من قضاة الأرض وأنه سيمثل في يوم كذا من شهر كذا أمام قاضي التحقيق لنغصت عليه هذه الاستدعاء طعامه وشرابه ومنامه، ولقضى تلك الأيام والليالي التي تفصله عن يوم المثول عند قاضي التحقيق لقضاها بشر حال. فكيف وأنت تنتظر دورك لتعرض أعمالك على من يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور؟ إنها فضيحة، إنها محنة، إنها فضيحة على رؤوس الأشهاد. أين فلان ابن فلان؟ يا فلان ابن فلان، هلم للعرض على رب العالمين. ثم تخيل جيدا، أموت وتبقى لك هذه الكلمة، تخيل وأنت بين يدي رب العالمين. وفي الحديث الصحيح في صحيح مسلم من حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه يقول نبينا صلى الله عليه وسلم ما من أحد منكم، لا يستثنى أحد، ما من أحد منكم إلا وسيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر العبد، أي سيكلمه ربه ليس بينك وبينه ترجمان، فينظر العبد أيمن منه فلا يجد إلا ما قدم،
وينظر أشعم منه فلا يجد إلا ما قدم، وينظر أمامه فلا يجد إلا النار. فاتقوا النار ولو بشق تمرة، اتقوا النار ولو بشق تمرة، أي ولو بنصف تمرة. الحديث عن مالك يوم الدين وعن يوم الدين وعن عرصات يوم القيامة حديث ذو شجون لا يتسع المقام ولا الوقت له. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يرحمنا، اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، لا تعذبنا فأنت علينا قادر. اللهم ارحمنا يوم لقائك، اللهم يسر حسابنا ويمن كتابنا، اللهم ألهمنا حجتنا، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. آمين آمين. ويرحم الله عبدا قال آمين. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا وحبيبنا محمدًا عبده ورسوله، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، صلى الله عليه وعلى آله وأزواجه وذريته وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، معاشر الإخوة والأخوات من المؤمنين والمؤمنات، لقد انتهى شهر رجب وهو شهر الحرام، ودخل أو سيدخل الليلة شهر شعبان ممهداً لشهر رمضان. وشهر شعبان من الشهور التي انتدبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وحثنا ورغبنا بل وأمرنا أن نستفيده وأن نستثمر هذا الشهر العظيم. ففي حديث أسامة ابن زيد رضي الله عنه وعن أبيه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال، والحديث في النسائي سنن النسائي، قال: قلت يا رسول الله ما لي أراك تكثر من صيام شعبان ما لا تكثر من غيره، أي أراك تكثر صيام شعبان كتكثر من الصيام ديال شهر شعبان أكثر من رجب وأكثر من ربيع وأكثر من صفر وأكثر من غيره من الشهور. فقال عليه الصلاة والسلام: إنه شهر بين رجب وبين رمضان، أي بين شهر الله الحرام وبين شهر الصيام، يغفل الناس عنه، يغفل الناس عنه، وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى الله عز وجل، وأنا أحب أن يرفع عملي إلى الله عز وجل وأنا صائم، أحب أن يرفع عملي إلى الله وهو صائم. فلذلك كان عليه الصلاة والسلام يكثر الصيام من شهر شعب من شهر شعبان، حتى قالت أمنا عائشة رضي الله عنها كما في الصحيحين: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم في رمضان حتى أقول لا يفطر، وكان يفطر في شعبان حتى أقول لا يصوم. بمعنى أنه كان يكثر من الصيام في شعبان لكنه كان لا يتم الشهر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ما أتم شهرا في الصيام إلا رمضان. فعلينا أيها الإخوة والأخوات أن نستثمر ما تبقى بيننا وبين رمضان من الوقت، وأن نمهد لرمضان بالطاعة، بل أن نأخذ، وكأني أفهم من نبينا صلى الله عليه وسلم وهو يرغبنا في صيام شعبان، كأني أفهم منه عليه الصلاة والسلام أنه يريد منا أن ندخل في دورة تكوينية حتى نكون أهلاً أن نستقبل رمضان، حتى تكون نفوسنا وقلوبنا قد عرفت
ما هو الصيام وما هو الإمساك. فهيا بنا جميعا أيها الإخوة والأخوات لنستثمر هذا الشهر العظيم فيما يقربنا إلى الله سبحانه وتعالى من الصيام ومن الطاعات ومن المبرات ومن التوبة إلى الله سبحانه وتعالى. نستقبل رمضان بتوبة نصوحة حتى يغفر لنا إن شاء الله عز وجل، حتى نكون من الذين يغفر الله لهم في آخر ليلة من رمضان. ثم اعلموا رحمكم الله أن الله أمركم بالصلاة والسلام على الشفيع يوم الزحام. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين والصحابة أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بفضلك وجودك وكرمك يا أرحم الراحمين ويا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين. اللهم من أراد الإسلام والمسلمين بخير فوفقه لكل خير، ومن أراد الإسلام والمسلمين بسوء فأشغله في نفسه، اجعل تدميره وتدبيره واجعل كيده في نحره يا رب العالمين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم وفق ملكنا أمير المؤمنين محمد السادس إلى ما تحبه وترضاه. اللهم أره الحق حقا وارزقه اتباعه، وأره الباطل باطلا وارزقه اجتنابه. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم أبعد عنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم وفق أبناءنا وشبابنا لما تحبه وترضاه. اللهم افقهم في دينهم، اللهم علمهم ما ينفعهم، اللهم استر نساءنا وبناتنا، اللهم ارحم آباءنا وأمهاتنا، اللهم اغفر لهم وارحمهم وارحم آباءهم وأمهاتهم إلى أولهم في الإسلام. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.